جايين يعني جايين عادي يعني سالينا المقابلة خدينا تحتينا في ملال حنا جايين عادي وصلنا تقريبا تقربنا نوصلوا يعني في واحد من العرج شوية يعني ما تيبينش الرؤية يعني الأوتونوميل جات بواحد السرعة يعني مبالغ فيها الزحمة مباشرة يعني لأن تفرق ما كانش لقيتها فينا مع ذلك الشوفور هرب الجنوب ولكن ما يعني ما كان داك الشيء مفاجئ جدا في ساعة الطوموبيل داك السرعة باش جات ما خلاتناش حتى فينا كانت الحادثة الصراحة مفاجئة جدا حتى الساعة يعني باقي ما تحدش داك الشيء بشكل نهائي كاينين الإصابات على حسب يعني متفاوته ماشي كلها بحال كاين مهم واحده اللي تاكدنا منه كاين شي قصور شي جوج العناصر كاين شي اصابات على مستوى الراس باقي دابا تنتسناو التشخيص النهائي اللي داروا الفحوصات الاوليه استقلونا هنا في السبيطار يعني كان شويه ديال الاستنفار يعني الحمد لله كنت في الحافله لان انا يعني بصفتي مدرب ديال الفريق يعني انا اللي كنت كاع في قدام انا والرئيس تقريبا شلنا كاع داك الشيء واخا كان داك الشيء في رمشطعين ولكن قدر الله وما شاء فعل يعني الحوادث تتوقع نتمنوا ان الامور ما تكونش يعني الدرجه ديال الخطوره ديالها كبيره والحمد لله يعني الامور دابا حاليا يعني تبشر بالخير اللي تيكون خايب هو انه يكون شي وفيات ولا بالنسبه للحافله يعني غير باش بنين ياخذ المعلومه الحافله يعني اللي شافها ما غايبوش بلي هاد الناس هادو يعني غادي يبقاو حيين.